السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الرسالة تاع غوارديولا المحرز وزملائه، وين هدر قبل المباراة وين قال لهم من الذي يتقبل قراراتي يمكنه الرحيل، يعني وين وجه رساله مشفره للاعبين اللي لازم حنايا كما يقول لك ناس هذول، خاصه وين ولاو يبحثوا على مشاكل رياض محرز، يعني بكل طرق، يعني بكل طرق المشاكل مع غوارديولا مع رياض محرز، يعني وين ناس وين كانوا يحوسوا كل شغل غوارديولا، محرز يضرب غوارديولا ولا محرز يقول ولا غوارديولا يقولوا نوض حمي روحك يقولوا لا ولا ما كاش، ولاو يحوسوا يعني ولاو يلعبوا العاطفه تاع الجزائريين، ولاو يلعبوا العاطفه تاع الجزائريين. شو كيفاش وين وجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رساله لجميع اللاعبين فريقه بما فيهم النجم الجزائري رياض محرز. وقال غوارديولا في تصريحات صحيفة: لا أعلم ماذا سيحدث في التحويلات الصيفية، لكن ربما هناك لاعبين سيغادرون. احنا إلى محرز أقعد نعرفوا بلي محرز لعاب وغادي يلعب، محرز راح نعرفوا بلي غادي يروح النادي ولي يلعب، يعني ما احنا يقعد في السيتي، أنا احنا نبغوا محرز، حنا نبغوا محرز، محرز في السيتي، محرز رانا نتبعوا محرز في السيتي ونتمناو له سنة، أنا تبان لي سنة سنة، تبان لي كاين بايرن ميونخ كاين سيتي، تبان لي على حساب ما راني نشوف الفرق اللي راهم باقيين راهم يلعبوا، راني نشوف بلي كاين بايرن ميونخ كاين سيتي اللي زعما يقنعوا في اللعب ويروحوا بعيد، يقنعوا في اللعب ويروحوا بعيد، هذه اللي راني نشوف فيها. حاجه واحده اخرى ما نعرف، ونتمنوا محرز السنه يربد 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 تشامبيونز ليغ ان شاء الله بربي، هذه هي اللي نتمناوها ان شاء الله. واضاف هناك من لا يتقبل، وين غوارديولا وين تكلم قال هناك من لا يتقبل قراراتي، فترى وين فتره اكون مجبر على اجلاس بعض اللاعبين على دكه البدلاء، ومنهم لا يتقبل ذلك ومنهم من يتقبل، وتبع الامر يعتمد عليهم، فربما يريدون اللعب أكثر وهم يستحقون ذلك، لكن لدي فريق متكون من عدد كبير من اللاعبين وكلهم يستحقون اللعب. هناك بعض اللاعبين بسبب سنهم وشخصيتهم وأخلاقهم يتقبلون كل الأدوار، وهناك من لا يقبل ذلك. وختم كلامه: حينها يمكن لهؤلاء اللاعبين التحدث مع وكلاء أعمالهم من أجل الرحيل. شوف كيفاش حنا نقولوا بلي رياض، معنا ما نقولوش بلي يهدر على رياض محرز، لا ما نقولوش، خاصة من شاهدنا المباراة تاع الأمس من رياض محرز كان دخل في الدقيقة 69، يعني وقدم ما عليه. أنا تبان لي بلي محرز يحترم قرارات المدرب تاعو، حسب أنا نتبع بزاف المناشير تاع السعيد في اللاك، خاصنا نعرفوا بلي مقرب بزاف بزاف بزاف، وديتها من عند عم محرز مومو هذاك، ديتها من عنده، قال لي لي يتكلم معاه بزاف في التليفون، سعيد في اللاك هو اللي يتكلم بزاف مع محرز، وين قال لهم خطره الناس خرجوا ولاو يعايروا فيه، قال لك بلي سعيد في اللاك راه جاي مع غوارديولا ضد محرز. يا ودي سعيد في اللاك ماهوش شعباوي، ما يلعبلكش على العاطفه تاعك، سعيد في اللاك يعطيك الشكاين، سعيد في اللاك يمد لك شكاين، كيما نهار اللي سعيد في اللاك تكلم نيته، قال بلي لهذا الاتحاد يا لازم يزغدو، خاطر علاه محرز ما رايش يدي البالون دور لو كان ما تكونش كولاسة، لازم تزغدو. ناس هذو محقدين شدوها شدوها وخدموها مع بوداوي، خدموها مع بوداوي، خرجت تقولها خارج من الحمام بديك الشنقلة تسلاك 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 دار وحده، قال لهم واتحلمت، حصلوها في سعيد في اللاك، كانوا موجدين وكما صاب سعيد في اللاك، سعيد خرج لك دوبارمان فينك سعيد في اللاك، سعيد انا كان على بالي باللعبه اللي لعبوها
الحمد لله ما طحناش على ود الناس وقلنا لكم يا ودي ما كاش كاع منها، والحمد لله مش ما كاش كاع منها. وين شاهدنا فاني كذلك وين هبوط كبير لسعر محرز في سوق الانتقالات للاعبين، يعني وين الدولي وين تراجعت القيمه السوقيه للدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي وفق لما افاد به موقع يعني ماركات المختصه في اسعار سوق التحويلات اللاعبين، حيث انخفض الى سعر 48 مليون يورو. وإن وفق لذات مصدر فإن محرز الذي استعاد جزء كبير من توهجه في الأيام الأخيرة وعاد للتشكيلة الأساسية للفريق المان سيتي فوجئ بخسارة 12 مليون أورو من قيمته السوقية بسبب يعني فيروس كورونا، وانخفضت القيمة السوقية لمحرز ل 12 مليون يورو في 6 أشهر فقط، حيث كانت قيمته في سبتمبر الماضي تبلغ 60 مليون إذ جاءت تلك الخسائر بسبب الأزمة المادية التي تعاني منها معظم الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، والتي ساعدت على تخفيض قيمة اللاعبين بشكل كبير. في المقابل عرفت قيمة السوقية للاعب إسماعيل بن ناصر اللاعب ميلو الإيطالي ارتفاع من 166 مليون أورو خلال أوت 2019 إلى 16 مليون، قلت لكم 166 16 مليون إلى 40 مليون أورو رغم فيروس كورونا، أو بارتفاع مقدر ب 24 مليون يورو. وفيما يلي أغلى لعاب 10 لاعبين جزائري بحسب ذات مصادر، يعني رياض محرز وين شوف كيفاش حنا. المهم رياض محرز لعاب نعرفه، لعاب كبير، لعاب اللي قدم، لعاب اللي يعاود يرجع في اي وقت. نقولوا بلي رياض محرز يرجع في اي وقت، محرز اللي عنده المكانه تاعو، يعني ما نخاف محرز، ما شوف محرز ما تقيد تهود القيمه تاعو في الاموال، بصح اللاعب ما يهودش القيمه تاعو، واللاعب القيمه تاع الموهبه تاع اللاعب ما تطيحش. هذه هي محرز يكون عنده لي كونتاكت، بالك يكون عنده لي كونتاكت خاصة وين غوارديولا، وين نقولوا بلي بالك ما نقولوش حنايا يتكلم على محرز، ما نقولوش غوارديولا تكلم على محرز، لا وين قدم تكلم على لاعبين بالك يتقبلوا الاحتياط، بالك ما يتقبلوش، بالك من بالك من محرز، بالك ريكلاما، بالك ما ريكلاماش محرز، بالك يتهم الامور خاصة وين الصديقة تاعه وين في مانشستر، وين سيبورتيرا تاع مانشستر، يعني بالك ما نعرف احنا ما نجموش نعرفو الايام اللي جاية. كيما قال لهم غوارديولا قال لهم ما نجيبش نعرف شتا كاين، حنا نتمناو محرز، محرز عنده القيمة تاعو، محرز لعاب اللي نقولوا باللي اللاعب اللي دائما وين يقدم مستويات كبيره. حنايا وين شاهدنا كيفاش الناس اللي تكلم على محرز باللي القيمه تاعو طاحت وكلش، محرز قيمه تاعو نقولوا القيمه تاعو بالك في الدراهم، بصح القيمه تاعو كلاعب وين لا، محرز لاعب كبير، لاعب اللي قدم مستويات كبيره، لاعب اللي نقولوا باللي مد كل شيء في هذه مده 30 سنه وين قبل 30 عام، وين مد كل شيء في هذا المشوار تاعو، يعني وين محرز صنع التاريخ تاعو مع لايستر سيتي، يعني اللاعب الوحيد في افريقيا او اللاعب في افريقيا يدي احسن لاعب في انجليز في الرابطه البريمير ليغ، ونقولوا اول لاعب عربي اللي دا الشامبيون تاع انجليز داها على مرتين، يعني وزيد هذه الثالثه فانيك غادي يديها بدون شك، يعني وان شاء الله نتمنوا له تشامبيونز ليغ بدون شك، البالون دور اي جايه بدون شك، لاعب مكتمل اخلاق كل شيء. الناس اللي كانوا باغينوك اللي شغل يروح بالك يضرب غوارديولا، وكنا ننبهوا منهم خاطر على هذو الناس اللي كانوا يحوسوا على رياض محرز ينتفض ضد مدرب تاعو. محرز كان ذكي وعرف كله وراه يلعب محرز السنه، انتوما السنه كي راه يلعب راكم تقولوا ما راهش يلعب، ومحرز السنه هو اللي يلعب بزاف، محرز السنه قدم الكثير ولعب بزاف مباريات.
هذه هي. على نتمنى ان شاء الله الخير لهذا اللاعب، هذا اللاعب اللي يقدم كل شيء خاصة للجزائر. احنا ما حوسش، المهم راه يلعب راه قاعد بالمستوى تاعو ويكمل فيها كيما ان شاء الله بربي.